السلام عليكم، انا شكري وهعمل معاكم النهارده الفطير الحادق. زي ما انتم شايفين شكله اهوت، حشو بتاعه وشكله جميل جدا وطعمه احلى من شكله زي ما بنقول، وان شاء الله ما تجربوها هيعجبكم جدا. الفطير ده احنا بنشتري من الشارع، ما احناش عارفين يتعجن ازاي واتعمل ازاي وايه دنيته بالظبط، ما احناش عارفين، بس اهو هنعمله النهارده في البيت بسهوله جدا ان شاء الله، وعلى بركه الله نبتدي الشغل. عنده نص كيلو دقيق، وعندي 270 ميه، وعندي رشه ملح. نص كيلو دقيق و270 ميه، يعني كوبايه وربع ومعلقتين ميه. هحطه على بعضه، هحط الميه سنه سنه، وهبدا الم العجينه بتاعتي بعجن عادي خالص، ما احناش هنطول في الموضوع ده لان ده موضوع بسيط. يعني اهو حطيت الميه كلها وبعجن العجينه، بتبقى عجينه ناشفه سنه اهوت. عجينة هتلم معايا، هتطلع بره على الرخامة وادعكها. ومش هقول لك انا قعدت قد ايه، قعدت بتاع 5 دقايق بدعك في العجينة ديت، بطر فيها وبدعك فيها لحد ما نعمت وبقت بيضة وناعمة خالص. ادعك في دي الجودة بقى بتاعة الفطير. بندعك العجينة كويس جدا وهي بدهنها بالزيت، وبعد كده بسيبها تستريح شوية. العجين ده عايز كل شوية راحة، يعني واحد عايز كل شوية يستريح. هو الفطير كده اهو، سيبناها استريحت، وبعدين لفيناها كده على بالشكل ده عشان اقطعها بس، واقطعها على 3 فطاير. ممكن تقطعها على 4، تقطعها على 2، شوف ايه اللي يناسبك انت اعمليه اهوت. قطعتهم واركنهم جنبي، بس مش هركنهم جنبي كده، هفردهم نص فردة كده واسيبهم مفردين نص فردة ربع ساعة كده، وبعدين ارجع اشتغل فيهم تاني. جهزت العجينة اهوت، وابدأ افردها بالمرتان عادي خالص اهوت، طول بعرض بالزيت طبعا اهوت، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني بكبر في الفردة عشان لما اجي اشتغل بقى تاني تريحني في الشغل. فردتها وهسيبها على كده ربع ساعة تستريح. استريحت، رجعت لها تاني اهوت، هكمل عليها فرد فردتين كده بس، وابدأ ان انا اسحب العجينة بقى ايه بايدي. زي ما شايفين كده خلاص، هبدأ أسحب بقى العجينة بإيدي من جوه لبره، وأشد، مش بشد في الحتة اللي أنا ماسك فيها، لأ أنا بشد من لجوه، أدخل إيدي كده ببوز إيدي، بشتغل على صبعي، البوز بتاع صبعي مش ضفري. دخلي إيدك وتشد كده بالراحة من جوه لبره، بتجيبي من جوه لبره، من جوه لبره اهوت. موضوع بسيط وسهل، وانا مش بتاع فطير، انا زي زيكم بالظبط، بس بعرف اعمل الحاجه دي اهوت. طبعا الناس بتوع الفطير اللي هم شغلتهم فطير بيهول الفطيره، طبعا مش هتعرف تهويها في البيت، ولا انا بعرف اهويها لان مش شغلتي الفطير. بسحب العجينة لبره اهوت، شوف العجينة بتعمل ازاي، عجينة عاملة زي اللي بنا بالظبط، بتاخد وتدي معاكي اهيت. بسحب من جوه لبره زي ما قلت على طرف صبعك، من جميع الجهات طبعا،
عايز اوصل لاقصى فرده العجينه كده، خلاص تمام. لابل لي ايدي زيت وبوزعها على العجينه كده اهوت، وابدا ان انا اطبقها التطبيقه العاديه بتاعتنا اللي احنا شفناها قبل كده في الفطير اهوت، الجنب ده لقدام والجنب ده لقدام برضه اهوت بالراحه كده. وبفرد العجين المكسر ده، التكسيره ديت بتبقى عجين فما بتنفعش في ال بتعضل في الفطيرة. تمام كده. عندي بقى ايه؟ عندي جبنة رومي مبشورة او موزاريلا، اي نوع جبنة عندك هتحطيه اهوت. عندي بعد كده طماطم متقطعة صغير، طبعا ما فيش فيها مية، وعندي شوية فلفل اخضر برضو متقطعين صغير، عندي زيتون فيليه مخلي متقطع برضو، وعندي لحمة مفرومة متعصجة، متعصجة ببصل عادي خالص وسبتها تبرد ووزعتها على الفطيرة زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ أطبق الفطيرة بتاعتي. طبقت الفطيرة اهوت. احنا عملنا 3 فطاير، هوريكم فطيرة واحدة بس عشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم. طبقت الفطيرة عادي خالص اهوت اهوت، ايدي فيها زيت متك عليها بس كده شوية، وباجي على الجناب بقفلها بالشكل ده. هجيب الصينية بتاعتي اللي أنا هسوي فيها، هدي هنا زيت على خفيف خالص اهيت، وأحط فيها الفطيرة، أقلب فيها الفطيرة. الوش اللي قدامي ده يبقى ظهر، انا بفتح سنه كده ظهر عشان الهواء يطلع من الفطيره اهو، اللي قدامي ده هيبقى ظهر اهوت بقى تحت، واللي تحت بقى فوق، وهحط الفطيره في الصينيه واسيبها تستريح. فردت التلاته اهوت خلاص، وهسيبهم يستريحوا شويه وبعدين نشوف هنعمل فيهم ايه. استريحوا الفطيره اهوت قدامي، هبدا ان انا افرده في الصينيه بايدي على خفيف كده، اديله شويه وسع كمان بس ما رفعش قوي علشان الفطيره ما تنشفش اهوت. بوزع بس الفطير كده، وهيخش على النار على اعلى درجه حراره عندك، لو فرنك فوق وتحت هتقعد تشغلي فوق وتحت، لو فرنك تحت بس هتحطيه على الصاجه من تحت على اعلى درجه حراره. استوى اهوت، طبعا بيستوي الارضيه تقلبيه على الوش عشان يستوي. استوى اهوت، بلت الفرشه بس بالسمنه كده ودهنته كنوع من ان هو ياخد طعمه، طبعا ما بيعملوش كده بره، انا بتكلم واحده تعمل في البيت ولادها هم اللي هياكلوا. ف فرشه سمنه كده خفيفه خالص اي نوع سمنه، وتسيبيها تبرد، بعد كده تحطيهم على بعض وتسيبهم يبردوا اهو. بردت دافيه يعني لسه، ما هنشوف واحده شكلها ايه وعامله ايه. هنقطعها اهوت، قطع التقطع اللي انت عايزاه والشكل اللي انت عايزاه، انا بس بوريك الشكل اللي انا عامله اهو. عندي الحشو بتاعها وادي شكلها، هقرب لكم الكاميرا شويه تشوفوا شكلها. هي اول ما بتطلع من الفرن بتبقى ناشفه، بتحطيها على بعضها وتسيبها 5 دقايق بتطرى وبتبقى زي الميه. ده الحشو بتاعها اهوت، ودي الفطيرة طرية اهي زي ما انتوا شايفين. هقطعه بعد كده وارصه في الطبق واوريه لكم بعد كده اهو. قطعناه ورصناه في الطبق بتاعه، هو زي ما انتوا شايفين شكله جميل جدا وطعمه احلى من شكله زي ما بنقول اهوت. انا حطيت لحمة مفرومة، حط اللي انت عايزه تحطيه، ما ترتبطيش باللحمة المفرومة، حط اللي انت عايزه تحطيه ويحشي اي حشو الموجودة عندك حطيه اهو. شوفوا الشكل، شوفوا الحشو بتاعها والسوا بتاعها، مش محتاجة كلام والله. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم اهوت، جميلة خالص.
واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.